الفساد. استاذ احمد، الكلام ايضا موجه للسيد الضيف الكريم، انه اليوم الفساد آفه مستشريه، نخرت مفاصل الدوله على العموم، بالممكن ان نقوض الفساد اي، لكن نقضي على الفساد بشكل تام خو هذا شيء يعني به نوع من الخيال. ليش؟ الفساد استأصل جدا، لانه اثير اسير كتل سياسيه، مو أسير كتل أكيد. سياسيه عدها في ثناياها سياسيين فاسدين. هي بس السياسيين الان مثلا نسلط عليهم الضوء بالفساد؟ لا، اليوم نريد نجي على الفساد. لا، لين نحكي على السياسيين. في موظف الدوله، الفساد في القطاع الخاص، الفساد في اداره وضع المواطن لاموره العامه، بالتالي السياسيين مو بعيدين عن الفساد. 15 مره برنامج ست سهى. الوزير ست ضحى. نعم. الوزير اللي يسرق 10 مليون دولار اكيد مو بعيد عن الفساد. طبعا فساده نفس فساد الموظف اللي يبصم الصبح ويجي يبصم الظهر ويجي يبصم ويطلع ويجي يبصم نفس الشيء. اكيد فساد فساد والغلط غلط. احسنت احسنت. أي. القصد بس انتم ككتل نعم. سياسيه انتم اللي خلينا نقول مأسري مكتفي، والله لو بيده لا رجل عنده هواية. والله أنا أحق لك صورة واقعية وأنا مسؤولة عن كلامي، وجود السيد السوداني يسمعني وكذلك بقية الكتل السياسية. من يوم تسنم مهام العمل للسيد السوداني، أولا كنا داعمين ومصفقين لحكومة السيد السوداني، لا بل نحن الذين سالفة اللي يقول مثل أدهن يقولون إحنا طلعنا صدورنا للتفق والتفق ثارت. وبالتالي نحرنا هذه ثورة التفك حتى تكون أكو حكومة مستقرة في العراق، وكان السيد السوداني نتاج لعملية سياسية كانت عسيرة بالمخاض العسير، أنتج حكومة للسيد السوداني موجود بها، ما جاء إلا بدعم الكتل السياسية. من يوم تسنم المهام لحد هذه اللحظة أنا ما شفت كتلة سياسية، هسه أتحدث عن كتلتي بالتحديد، دائما حتى من يصير أكو بعض الخلافات مع بعض الوزارات بتوجيه مباشر من السيد رئيس الائتلاف، احنا داعمين لحكومة السيد السوداني، لازم ينجح السيد السوداني، نجاح السيد السوداني يعني نجاح العملية السياسية، وحتى من التصريحات السلبية بعض الأحيان نحذر.